السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الثالثة من تختيم Shadow of the Colossus. كالعادة قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات أول ما تنزل، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. Alright، هذا في نهاية الحلقة اللي راحت غلبنا العملاق الرابع وحين يتدمر تمثاله طبعا، ونشوف من هو العملاق الجاي أو هدفنا الجاي اللي نحتاج إن نقتله أو نغلبه أو ندمره. كالعادة كل ما نقضي على عملاق المغامر يقعد كأنه ميت. طبعا ليها تفسير في نهاية، ما ليها تفسير مرة في نهاية اللعبة. الحصان جاي يشيك على جثة البنت. عدوك التالي اتوقع بيكون العملاق الطائر، يلقي بظل عملاق على بحيرة مغطاة بالضباب ويرتفع عبر السماء. الوصول اليه ليس مهمة سهلة. اوكي، هو العملاق الطائر. Let's go. اوكي، نبدأ وين حصله. خلونا نوقف في الشمس. نحصله من هذه الجهة لو فتحنا الخريطة. Let's go يا أجرو. هيا بنا إلى العملاق التالي. أوه، من هذه الجهة. اوكي، هذا هو العملاق الخامس صح. اذكر انه في 16 عملاق في اللعبه، يعني احنا الحين ما وصلنا الى نص العمالقه، فباقي علينا مشوار في اللعبه. 16 فنصهم 8. اوكي، هذا هو طريقنا الى العملاق الطائر. طبعا ممكن في الفيديوهات الجايه اخلي الفيديوهات اطول واقاتل اكثر من عملاق عشان اخلص اللعبه بشكل اسرع. ليش يا جرو امشي؟ يعني مثلا بدل ما انا قاعد اخلي كل فيديو مخصص لعملاقين اخليه لثلاثه. اوه دقيقه، شوف هذا هو خلنا بقول عنه تمثال او شيء صغير كده. ندور في سحلية لونها شو اسمه زي اللي في ضوء. نايس، ضربتها بس ما ماتت كانها. نايس، اوكي الحين لو اخذنا الديل الستامنا عندنا تزيد. نايس، طبعا هذه تعتبر اول سحلية اصيدها، في عدد كبير منهم في اللعبة طبعا. يلا نكمل. اوكي، الهدف حقنا من هذه الجهة. طبعا اتوقع السحايل العادية يزيدوا من الستامنا عندك بس بشكل ضئيل مرة، ما يأثر كثير على الستامنا حقتك. اوه وصلنا. اها، هذا هو مكان العملاق او الكلاساي على قولتهم. اوه شوف كيف مظلم مرة البحر. لحظة، كيف ادخل انا من هنا؟ من هنا مفتوح. اوكي، وقت المواجهة. روح. كاميرا لو سمحتي. شكرا. اوكي، الاستامنة عندي مفروض تكون اعلى. بتكون مواجهته شوي مزعجة لا طحت من عليه بما انه طائر. عصفور كبير.
اوكي وصلنا. ليش ما في صوت؟ هذا هو العملاق. العملاق الطائر. بوم، يجلس هنا متربعا على عرشه. سأسقطك من عرشك. اوكي نايس، ليتس جو. وي اوكي، هدفنا الحين نروح نوقف على هذاك. شوف البلاتفورمات الموجوده سيده، شيل هذا، احس السباحه مزعجه. كيف ادخل السيف؟ فتحت الفوتو مود بالغلط. اوكي المهم الحين نوصل هناك، وتالي لازم نطلق عليه بالسهم عشان نخليه ينتبه لنا ويهجم علينا. سباحة بالقوس ابطأ واجد. مرحبا يا عزيزي. اوكي اغلط، المفروض بقيت على الوسطى. يرجع مع ثاني عفر، تعال. نايس. تنن تنن تننن. صلق صلق. او شيت. اوب كان مو مخلينا نتسلق. تسلق الحين، تسلق. نايس. شت بطيحني، الاستامنة عندي بتخلص. تخلص الاستامنة ترجع دقيقة. في نقطة في ديله وفي كل جناح من جناحينا. خلص؟ لا باقي ضربة اتوقع. ممكن خلص. ياب لا باقي باقي. اخذ ضربة، نص دمه في الديل. نايس تقريبا مات. اوكي خلصنا. عشان تستامنا ترجع. اوبا اوبا اوبا. اوكي نستغل الى ما صار سيدة عشان لا نخلص الستامنا حقنا. بس مو اطير واطيح. ايوه وصلنا. لا هوب. ها تنن تننن تننننن. اوكي خلصنا من هذا الجناح، نروح للثاني. لا 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 يا حبيبي، وقف وقف عشان امشي. اوكي نايس نايس. اوكي ضل استنى. روح بسرعه 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 بسرعه. تشبت. ايوه ضربة واحدة وميت. نايس ايزي. العملاق رقم 5.
is down. اهرب اهرب اهرب، انزل تحت البحر. وين الظلال؟ اوه داك جاي جاي، شوف شوف يا ويلي جايين. اهرب. اوه تحت الماي. اوه صوت، لازم انا اشاهد فيديوهات بعد ما اخلص اللعبة عشان افهم القصة بشكل شسمه، لان القصة ابد مو مشهور، ما تفهمها من داخل اللعبة وانت تلعبها. حين هدفنا الجاي، ما ادري ويش اي عملاق بنقاتل. في عملاق نقاتله في البحر. اوكي، عملاق زي النافورة نقاتله. عملاق جايين اصغر من الباقي زي السحالي اشكالهم. ممكن جاي العملاق اللي زي السحلية. اوكي يا دورمن، ما هو عدوي الجاي؟ عملاق تربص تحت المعبد. يتوق للتدمير لكنه ليس احمقا. يتذوق للتدمير ولكنه ليس احمقا. اوكي شيك على اميرتنا، نشوف وين نتجه. نتجه لهذا الاتجاه. اوكي يلا يا جو، ليتس جو. هيا يا جو، تحرك بسرعة. هذا هو الاتجاه الى العملاق السادس. الان قربنا نوصل الى نصف عدد العمالقة اللي نحتاج نقضي عليهم عشان نرجع حياة او روح حبيبتنا. اوكي ممتاز. طبعا كل ما قتلت عملاق الاستامنة عندك تزيد، غير السحالي والفواكه اللي تاكلها استامنة عندك تزيد الى غلبة عملاق. دخلنا غابة. اوكي عدل، طريقنا من هنا. مو يعني خليتك ترتاح يا اقرا وتسحب علي. يبغى نروح يسار، بس وين طريقنا بالضبط؟ ليكون هذا العملاق اللي في البحر اللي بنقاتله في البحر. طريقنا من هنا. اقرا اخ جمال المكان. يا هذه الشجرة اتوقع فيها فاكهة تزيد من صحتنا.
نايس. يلا خلينا نكمل يا اجو. اجو كان اجو سحب علي. ونروح هنا. ياه. هل نروح من هنا؟ أقرأ حبيبي وين رحت؟ مرحبا يا أقرأ، أخيرا جيت. دقيقة لو جينا من هنا ونودينا هذا. اتوقع هذا هو الطريق. الحقني يا حبيبي يا اقروانا. يب هذا هو الطريق. اوكي ليتس جو. يلا يا حبيبي ارتحت لك شوي. ليتس جو. اوه الصحراء الربع الخالي. هذا هو اتجاهنا. كل سيدة. لحظة وقف. وهذا هذا داخل هنا. اتوقع هنا. وما اتوقع يا اقرو انك تقدر تلحقني. اني لا اتسلق. ومن هنا اجل. اوكي تصدق مو من هنا. ما في مدخل. ما انا شايف مدخل مفتوح انا. ويأشر تحت. دقيقة تحت تحت. اشوف كأنه زي المدخل هنا. اتوقع هنا هذا هو المدخل. وهذا القتال بعد بدون اقوى. تقريبا لحد الان قاتلنا اغلب العمالقة بدون اقوى. اوكي اتوقع وصلنا. يس العملاق رقم 6. هذا زي المعبد الكبير. شوف حجمه. احنا في القمة بغونا ننزل. ها هولي. ايوه بس انزل وامسك. اوب. اوه بوابة. فكرت انا بيكسر الجسم الجدار وبيطلع. بوم. هذا العملاق. اوه العملاق ابو اللحية.
ما عنده سلاح انا. اوه قوم وندرا. اتوقع يبغى نهرب منه. بس المشكلة ضربني. اهرب اهرب اهرب. اوكي اتوقع لازم استخدم اخليه يضرب. اوف كأنه كسر المكان كامل وانا قريب بموت طبعا. اوف افا مسكت ايده. لحظة لحظة. اوه كسره. اوه ممكن اركب فوق ايده في ظهره اتوقع في راسه وفي ايده اكيد. اوه 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 اصاميهم نار. دقيقة لازم اركب فوق جدار علشان انط عليه. حبيبنا تعال هنا. بس ليش طحت؟ يا حمار ليش طحت؟ مفروض اني ما اطيح. كيف الحين اتسلق كسر كل الجدران؟ لكم ابغى اروح هناك. ما اقدر ما اتوقع اقدر اوصل. اوه دقيقة اذكر حاجة. يتقرب ونطلع على لحيته او شي زي كذا. تغبى حين ينزل وتنطع على لحيته مفروض. ننتظر ونشوف. اوبا 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 اوبا. يس يس سواها سواها. نايس. اوكي سامنا خلت ترجع. لا تعصب يا حبيبي لا تعصب. نايس. اوه قلنا لا تتحرك. نه اوكي خلصت. الحين شايف واحدة في ظهره واحدة في ايده او شي زي كذا. نايس. اوكي خلنا نركب فوق بس شوي.
لا طحت. اوكي استامنا بتخلص مني. ايوه لا تخلص استامنا. عصب الرجال عصب. هدي يا حبيبي هدي. نا نا نا. ايوه 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 يلا باقي لك كم ضربة يا حبيبي. لا تصعب الامور علي وعليك. نايس. باقي بعد؟ ايوه اتوقع خلصنا في هال. ايوه خلصنا. الحين وين العلامة الباقية؟ الأخيرة. أتوقعها في إيد اليسار. ياس استامنا عندما تخلص. لا لا يا نقتله يا نطيح. لا والله منطيح. طحت. شت. غير القوس. هنا يا حبيبي دور. اقدر اطلق على ايد اليمين. ايوه انزل. لحظة 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 اقدر اركب على ايده مباشرة. افا دقيقة ارجع 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 ارجع. اقدر اركب على ايده مباشرة بدل ما اركب على لحيته وادور وانزل. ايوه حط ايدك الثانية. ليش احس انا ما يبغوني انط على ايده من البدايه بس على لحيته اضبط احس. ضربه واحده ضربه واحده ضربه واحده بس ضربه واحده. نايس. العملاق السادس از داون. نو 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 نو. عملاق اللحيه بسميه. هروب 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 هروب. نسمع صوت هالمرة بعد. في صوت. اوكي اتوقع هذه النقطة ممتازة اني اوقف. ان شاء الله في الفيديو الجاي بحاول اني اغلب 3 عمالقة بدل من 2. واذا غلبنا 3 بيكون غلبنا 9 فبيبقى لينا 7 وبخلصهم في فيديوهين او 3 فيديوهات نشوف. عموما اتمنى ان الفيديو هذا عجبكم. اذا عجبكم كالعادة لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. واذا ما عليكم امر اذا تقدروا تنشروا الفيديو بعد عشان يوصل لعدد اكثر من الناس اكون ممنون لكم. ان شاء الله بشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.